بالنسبة للمنهاج الوزاري إلى البرلمان للاطلاع عليها، ثم بعد ذلك طبعا يقوم رئيس مجلس الوزراء بتقديم وزرائه ويتم التصويت عليهم وزير وزير من قبل البرلمان بالأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد مع التحقق النصاب القانوني. يعني إذا كان عدد الحضور 200 يحتاج أن يصوتون 101 صوت على هذا الموضوع. طبعا هذه الشروط اللي ذكرها الكتاب بالنسبة لتأجيل الجلسة صحيح، لأنه المخاطبات تكون باللغة العربية والكردية وفق الدستور، تحديد الموعد هو يكون من اختصاص هيئة رئاسة أو رئاسة البرلمان.